حمودي حمودي كم سرعة الرحلة راحت علينا. هلا والله، كيف حالكم يا شاطبين؟ الأسرار اليوم حسب مقلب في حمودي عشان يستاهل. سو الحين أنا في دبي وسافر هو معايا حمودي أخويا، بس المشكلة إنه ما شاء الله يتأخر كثير، يتلكع كثير وما يصحى، وبغينا يتأخر على الطيارة في الرحلة الأولى. أقول له يلا يا حمودي قوم فطور، يلا يا حمودي طيارة، ما يصحى. المهم أنا وريت حمودي، قررت إني أسوي فيه مقلب، إني أقول له إنه الرحلة طارت علينا لأنه هو معتمد علي. يلا نشوف، أوريكم الغرفة أول، وبعدين بحاول أحط الكاميرا في مكان ما يشوفها. أهم شيء أنا بشبش في الفندق. طبعاً الغرفة مكربعة، هنا أنا سويت ميك اب بسرعة. شوف عمودي هناك، هذه ملابسه طبقها على أساس إنه أرتب له في الشنطة. أومي جاد، أغراضه الحين أغير له الوقت، خليه الساعة 4 العصر لأنه رحلتنا الساعة 4 العصر. فنشوف كيف. ماني عارفة كيف أشيب يده. شمس صار نور دقي معي صار. أقول لكم ماني عارفة الرقم في جواله، فنجرب 000. شمس ما فيش، نضيع له جواله، حطه سايلنت، نغير الوقت في جواله. كمان الجو مساعد، شوفوا كيف مغيم. حمودي حمودي كم سرعة الرحلة راحت علينا، شو الساعة كم؟ كم؟ 4:30 ليل. بسرعة شوف، بسرعة راحت الرحلة الساعة 4:30. فانت ماري قوم بسرعة البس، الساعة 4. قول والله ان الساعة 4. شوف الساعة كم؟ أمانة ترى ما بتكتبي؟ ها؟ كاي فتح ده فتسجي كم بس القومة؟ شكلك سوى زي كده واحد أحياء من الموت. ترى من أول سوي كده وما نعرفه بكده، أنا بس قاعد أعصب دموع. حمودي كيف المقلب؟ حمودي كيف المقلب؟ تعال هنا. فين جوالي؟ أنا بعرف فين جوالي. أنا خبيت عشان ماني عارفة أغير الوقت. آه. وأنا قادر ألاقي بصمتك. مقلب سعيد. باي باي. باي.